السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم انا غير انسان. تصنع رزق ضايع ولا ما ضايعش؟ الرزق باش ينزل تيبقى واقف لك فوق كتافك، من بعد تيهبط لك لكتافك. نعم. الا خرجتيه تيعاود ينزل الرزق. انا نقدر نكون بارك والناس كون عندي فلوس بزاف ملي غنشوف البركه هذه القضيه. الشهره اللي وصلت لها عصام راجعه للموهبه ديالك ولانك صديق الكل؟ شوف الشهره قد ما تزادتك الشهره تزيد المشاكل. عصام فاش وقف مع سعد وقف معاه فعلا لانه الصديق او الاخ والاخ او لانه فعلا كيقول انا سعد عاشرته انا عارف سعد بريء. ماشي حيت صاحبي، راه كون اي فنان مغربي وقع فيها غادي نستنوضوا كاملين نهضروا عليه. كاين ازمه اخرى مرات بها دنيا باطمه، شفتي ان كان نفس التفاعل؟ حنا كنا وقفنا معاه، مي كاين واحد القضيه ديال راي عام، كانوا بزاف ديال الفنانين اللي شي داخل مع شي وداك الشيء مرون، بارك عنا من هذه المشاكل. بارك عنا من هذه مع هذه، فنان يطيح في شي ازمه كلشي نضو، فنان شوف فنان اللي طاح في ازمه تفكر غير واحد النهار انك تيوقف لاسين ومفرحك هذاك الفنان.